قوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا، ما من حيث اللغة نافية، ما ترد بهذه الصيغة في صورة النفي، لكن المراد منها النهي كما في هذه الآية، فيكون ما كان للنبي نهي منه جل وعلا أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون هذا الشيء المنهي عنه. ومجيء الإنشاء في صورة الخبر، لأن النفي خبر، لأنك إذا أخبرت إما أن تخبر عن شيء مثبت وإما عن شيء منفي، فهذه الآية في صورة الخبر، لكن المراد منها الإنشاء وهو النهي. ومن هذا يكون الغرض، يكون الغرض من هذا التثبيت والتأكيد، ولكأن الأمر قد فرغ منه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، كأن هذا الامتثال بترك هذا المنهي عنه قد حصل، فيكون فيه حظ وحث للمسلم ألا يفعل هذا الشيء. ما كان للنبي والذين آمنوا، جمع جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين في هذا الحكم، والجمع لا يدل على أن إفراد أحدهما بالذكر يدل على تخصيصه بالحكم، وإنما إن جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو له ولأمته كما سبق، وإن جاء الخطاب للمؤمنين فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، ما لم يأتي دليل يخصه عليه الصلاة والسلام. فيكون هذا الذكر من باب التأكيد على هذه القضية المهمة، وهي قضية الاستغفار للمشركين. فلا يصح ولا ينبغي أن يقع استغفار ودعاء بالرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من المؤمنين لهؤلاء الكفار، ووصفهم بالإيمان، وهذا يقتضي أن من علامات الإيمان ألا يدعى للكفار، وذلك لأن الإيمان يقتضي الامتثال بترك هذا المحظور. ثم إن الوصف بالإيمان يزيدنا فائدة، وهي أن ترك هذا المنهي عنه تقربا إلى الله عز وجل مما يزيد الإيمان، أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أن يستغفروا، الاستغفار هو طلب المغفرة، فلا يجوز أن تطلب المغفرة من الله عز وجل لهؤلاء الكفار. والتنصيص على الاستغفار لا يخرج ما سواه مما هو من حيث الإطلاق يدخل في معنى الاستغفار، وذلك في الترحم عليهم، فسواء دعي لهم بالمغفرة أو بالرحمة فإن هذا من المنهي عنه. وأن أداة نصب، ويستغفر فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجمع ضمير مبني في محل رفع فاعل. وقوله تعالى للمشركين، المشركون هنا يدخل فيها كل من كفر بالله عز وجل، سواء كان هذا الكفر عن شرك أو عن كفر محض كترك الصلاة أو عن نفاق أو لعدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم كحال اليهود والنصارى، فإنهم داخلون تحت هذه الكلمة. فلا يجوز أن يدعى بالمغفرة لكل خارج عن ملة الإسلام، سواء كان من المشركين أم من المنافقين أم من اليهود أم من النصارى. وقوله تعالى ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى، أولي خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ولم يقل أولو، وذلك لأنه نصب هنا. فقوله ولو كانوا أولي قربى، يعني ولو كانوا ذوي قربى
لهذا المستغفر. ثم قال تعالى: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني من بعد ما تبين أنهم ماتوا على الكفر. كيف يتبين لهم أنهم ماتوا على الكفر ولا يعلم بهذا إلا الله عز وجل؟ هذا يؤكد ما قررناه من أن الأحكام في الدنيا تجرى على ظاهرها. فقوله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني من بعد ما تبين أنهم ماتوا على الكفر،